أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة. معكم عبد الرحيم محداد، فاعل جمعوي، حاليا أشتغل كرئيس جمعية أو فرقة نوارس المحيط للفنون الدرامية، بالإضافة إلى رئيس فرع جمعية أغورا للفنون. باتفاق مع مجموعة من الجمعيات، أربع جمعيات، اتفقنا على أساس مقاطعة المهرجان لسبب بسيط، وهو أن المهرجان منظم بمدينة أسفي، وتم إقصاء مدينة أسفي من المهرجان في الوقت الذي كان من المفروض أن تدمج فرقة مسرحية في إطار برنامج الوطني، في هذا البرنامج الوطني الخاص بمسرح الهوات. لأنه ربما أن الحضور المسفيوي سيطرح نفس السؤال عندما سيتابع العروض كلها، ربما سيطرح على نفسه لماذا أسفي غير ممثلة في هذا المهرجان. حتى في كأس العالم مثلا، فهو عندما ينظم في أي دولة تكون الدولة المنظمة مشاركة بدون إقصائيات وبدون ماذا. هم الذين أنا أحمل الرواد، أحملهم جميعا، رواد المجال الثقافي والفني، أحملهم المسؤولية في كون هذه المدينة دائما تعيش ثغرات فنية وثقافية إلى غير ذلك. بالفعل كان تم إصدار بيان استنكاري ضد المهرجان، ثم بعد ذلك جاءت فكرة الوقفة الاحتجاجية انطلاقا من افتتاح المهرجان، وكانت يوم الجمعة هذه الوقفة الاحتجاجية، حضرها أعضاء الفرق الموقعة على البيان، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الذين التفوا حولنا وساندونا، ولهم فضل كبير في نجاح هذه الوقفة الاحتجاجية. أنا قلت لك أنا من رواد المسرح، اشتغلت في هذا المجال منذ تقريبا 50 سنة. 50 سنة ليست بالسهلة. حتى الإخوان الذين وقعوا معنا البيان لهم تجربتهم. هناك أستاذ الكويس عيسى، هناك عبد الجبار توريت، مجموعة من الإخوان لهم تجربتهم على الصعيد المحلي وحتى على الصعيد الوطني. أنا بالنسبة للإخوان اللي معايا عندهم إطارهم القانوني منذ سنوات، شاركوا في مجموعة من المهرجانات الوطنية في فاس، في وجدة، في مراكش، في الجديدة إلى غير ذلك. أما بالنسبة للجمعية التي أترأسها فهي جمعية حديثة العهد، كانت السنة الأولى هي التي مضت، اشتغلت فيها مع الشباب على عمل مسرحي وتم عرضه في الكلية. كان أول عرض في الكلية، كان الحضور متميز، ثم عرض ثاني كان في مدينة الفنون، والعرض الثالث هو نفسه في مدينة الفنون،
وأنا الآن حاليا أشتغل على نص ثاني، على عرض ثاني مع نفس المجموعة. العرض الأول كان بالفصيح، والعرض الثاني فهو باللغة الدارجة أو بما نسميه بالزجاج. لم تتم المنادات، وإنما كان هناك إعلان حول المشاركة في المهرجان على الفرق التي ترغب في المشاركة في المهرجان عليها أن تدفع ملفا في مجموعة من الوثائق، وهذه الوثائق تتضمن البطاقة التقنية، لائحة الممثلين، سي دي خاص بالعرض المسرحي. هناك مجموعة من الوثائق، وتم إرسالها إلى المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والفنون. وعدد الفرق التي دفعت هذا الطلب، هناك ثلاث فرق: فرقة النوارس المحيط، ثم فرقة محترف أسيف، ثم فرقة العبديات للفنون الدرامية. لكن لم تتم المنادات على أي فرقة من هؤلاء. لا أتهم أحدا، بقدر ما هناك يد خفية. نحن أبناء آسفي نعرف بعضنا جيدا، فهمت؟ هناك يد حتى على مستوى الفيسبوك، ربما قد تكون قد طلعت على مجموعة من التعليقات أو من ردود الأفعال. هذا هو الإشكال اللي مطروح حاليا. هناك من يبيع ضميره بمقابل درهمات فقط، ظرف مالي يبيع ضميره ليقتات منه أو لكذا، أو ربما لتكون له مكانة مستقبلا داخل المدينة حتى يستفيد من الدعم. هذا هو المشكل المطروح حاليا، هو أننا نتضارب ولا نفي بما نتضارب عليه. هذا هو الإشكال المطروح عندنا في المدينة. أنا حاولت مرارا وتكرارا أن أجمع كل فاعلي الجمعويين كي نناقش مثل هذه النقاط، ونضع خطط عملية نشتغل عليها جميعا داخل إطار موحد، لكن لا من يجيب. هذا هو الإشكال. لأن هناك من ينتظر مثل هذه المناسبات لسببين اثنين: هو ضرب رفيقه في العمل، والبحث عن موريد يقتات منه. هناك نقطتين: هو ضرب صديقه في داخل نفس الإطار، ثم البحث عن مصدرين أو عن دعمين يقتات منه لا أقل ولا أكثر. كل هذا من أجل الدعم. وجهة مراكش، من المستفيد؟ رغم أننا في آسفي متواجدون في آسفي، وعندنا عندنا الوصيبي في آسفي، ولكن من المستفيد؟ الناس ديال مراكش هم المستفيدين، أما الناس ديال آسفي فهم غير مستفيدين. هذا هو الإشكال المطروح حاليا. أنا راسلت جهات معينة من أجل دعم ولو غير 2000 درهم، ولا رد ولا. في الأخير أتمنى من المسؤولين، سواء داخل الإقليم أو المسؤولين الجهويين، أن يوفروا لهذه المدينة قاعة أو قاعتين للعروض المسرحية، أو ثم هناك مجموعة من الشباب والأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلى قاعات، قاعة القرب. الأهم من هذا هو قاعة القرب. هناك منطقة طراب الصيني هراية البيض لا توجد بها أي قاعة، لا دور الشباب ولا أي قاعة.
إذن على المسؤولين أن يوفروا لهؤلاء الأطفال والشباب قاعة القرب تكون قريبة من الطفل كي يقضي فيها وقته ويمارس فيها فنه بدل الخروج إلى الشارع والتسكع في الشارع. هذه هي أمنيتي إن شاء الله لهذه المدينة، وشكرا لكم.